السلام عليكم، أنا دكتور محمود المعتصم. نحن في تجمع الأطباء السودانيين في الولايات المتحدة سابا، جهزنا لكم فيديو عن مرض الكورونا، أتمنى يكون مفيد للجميع، ونتمنى دوام الصحة والعافية لكل الشعب السوداني. شاهدنا في الأشهر الأخيرة ظاهرة انتشار فيروس الكورونا بصورة كبيرة حول العالم. حتى الآن تم تسجيل أكثر من 100,000 حالة إصابة بالفيروس، نتج عنها أكثر من 3,500 وفاة. حالة الاستنفار والاستنهاض الشديد اللي بيشهد العالم ناتج عن معرفتنا بقدرة الفيروس العالية جداً على الانتشار بصورة سهلة وسريعة، فأصبح من واجبنا إنه نحن نتخذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة والممكنة عشان نمنع انتشار الوباء في السودان. في الفيديو ده حنجاوب على بعض الأسئلة المهمة اللي حتزيد من معرفتنا بالمرض واللي حتساهم في منع انتشاره بإذن الله. فيروس الكوفيد 19 هو واحد من فيروسات الكورونا، بينتمي لعائلة فيروسات الكورونا اللي هي في منها أنواع كثيرة. في العادة الأنواع الشائعة لفيروسات الكورونا بتسبب النزلة الموسمية، يمكن كلنا نكون تعرضنا لها. في العادة بيكون المرض بسيط والشخص بيتعافى منه بسرعة. كوفيد 19 هو واحد من 3 فيروسات كورونا بتسبب مرض أكثر حدة، اللي هما السارس والميرس كوفي، واخيرا اللي هو حاليا نحن بنتكلم عنه هو الكوفيد 19. كلمه كورونا كلمه لاتينيه بتعني التاج، لانه شكل العائله دي من الفيروسات بيشبه التاج. الاسم العلمي المتداول اللي تاني ممكن تسمعوه هو كوفيد 19. كوفي جاي من كلمات كورونا فيروس، دي من كلمه ديزيز او مرض، 19 او 19 هي السنة ظهرت فيها أولى حالات الإصابة بالفيروس. في 7 أنواع من كورونا فيروس، وهو بيعيش في الخفافيش من غير ما يصيبها بالمرض، وحتى يتحول ويصبح قادر على إصابة الإنسان لازم ينتقل لحامل وسيط، ومن الحامل الوسيط بيقدر يصيب الإنسان بعد ذلك بالمرض. كورونا فيروس قبل كده انتشر، اللي هو متلازمة الشرج الأوسط التنفسية، بدت كان في السعودية، ويعتقد إنه الحامل الوسيط كان للجمل. وعندنا السارس اللي كان بدأ في الصين، ويعتقد إنه الحامل الوسيط بتاعه نوع من أنواع البدت. لحد اللحظة ما في زول عارف بالضبط الفيروس ده بينتقل كيف أو بدأ كيف، يعني بصورة مؤكدة. أغلب النظريات الموجودة إنه بدأ في مدينة ووهان في الصين، وبيعتقد إنه انتقل من حيوان كثعبان أو خفاش للإنسان، وحالياً بقى بينتقل من إنسان لإنسان. طبعاً الفيروس بينتقل من زول لزول بسهولة كبيرة جداً، وده واحد من أسباب انتشاره على نطاق عالمي. مدة حضانة الفيروس من 5 إلى 14 يوم، بمعنى أنه أنت ممكن تأخذ العدوى وما تظهر عليك أي أعراض لمدة 14 يوم، لكن في الفترة دي أنت بتكون حامل للفيروس وممكن تنقل للآخرين بدون علمك. عشان كده لو في أي اشتباه بالمرض بيتم عمل حجر صحي لمدة 14 يوم للشخص المشتبه به، سواء في المستشفى أو في منزل الشخص. أو في الفترة دي طبعاً بيتم مراعاة عدم اختلاطه بالآخرين، ويستحسن إنه يلبس قناع واقي إذا توفر. المفروض أول حاجة نفهم المصطلح Community Transmission، اللي هو بيعني انتشار المرض في المجتمع أو المنطقة المعينة. بنقول إنه المرض انتشر في المنطقة المعينة لما يبقى المرض بينتقل من شخص لشخص بدون ما يكون واحد من الشخصين سافروا لمنطقة موبوعة، بمعنى إنه المرض بقى موجود في منطقتنا وحيبدأ ينتشر بين الأشخاص في داخل المجتمع المعين من دون ما يكونوا سافروا للمنطقة الموبوءة، يعني من دون ما يكون زول سافر للصين أو سافر لإيران أو إيطاليا أو واحدة من الدول اللي فيها المرض. في حالة الكوميونيتي ترانسميشن، في حالة وجود المرض في المجتمع، هنا بيكون كل الأفراد في هذا المجتمع، نقول مثلا مدينة الخرطوم أو أي مدينة سودانية أخرى، بيكونوا محتاجين إنه يحموا نفسهم من الانتشار عشان يحموا غيرهم من وصول المرض لهم. الحماية دي بتتم كالآتي:
نمرة واحد تجنب المناطق المكتظة بالناس زي استادات كرة القدم، الحفلات والاحتفالات، الأسواق، وحتى أماكن العبادة زي ما شفنا أنه في المملكة العربية السعودية تجنبوا جمع الناس كلهم حول الحرم قدر الإمكان عشان الناس تكون بصحة يعني، وما المرض ما ينتشر ويؤدي لوفاة أعداد كبيرة من الناس. الحاجة الثانية تجنب المصافحة، تجنب السلام بالأحضان، تجنب لمس الإنسان وجهه بيده، والتزام غسيل اليدين بصورة مستمرة ومتكررة، كل مرة تغسل يدينك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، خاصة إذا لمست وجهك، إذا صافحت شخص آخر، أو قبل إعداد الطعام، بعد الذهاب إلى الحمام، الناس تمارس عادة غسيل اليد بصورة مستمرة. ما في دليل على إنه الفيروس بينتقل عبر الأكل والشرب، لكن زي ما نحن قلنا في وسيلتين لانتقال الفيروس، هما الاستنشاق المباشر أو عبر اللمس، عبر إنك تلمس سطح بيدك موجود فيه الفيروس زي مصافحة شخص أو السلام بالأحضان أو حتى لمس الأوعية أو الأسطح الفيروس موجود فيها، ثم بعدك بتلمس وجهك بيدك، فالفيروس بيقدر يصل لجهازك التنفسي عن طريق هذا الأمر. فعموما نمرة واحد بالنسبة لإعداد الطعام، قبل ما الشخص يعد الطعام مفروض يغسل يده بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، دي ممارسة مهمة مفروض الشخص يستعملها في كل الأوقات. الشيء الثاني زي ما قلنا في فقرات أخرى في الفيديو ده، إنه لو الفيروس بدأ ينتشر في المجتمع بتاعك تستعمل وسائل العزل اللي احنا وضحناها. بصورة عامة لا ينصح باستخدام الكمامات إذا ما عندك الأعراض أو المرض. أما بالنسبة إذا بديت تحس بالأعراض، الكحة، أعراض النزلة، ينصح بارتدائها لأنها بتمنع من انتشار المرض الآخرين. بالنسبة للعاملين في الحقل الطبي، في أنواع معينة من الكمامات دي بتحميك من الإصابة بالمرض. طبعا الأعراض المسجلة حتى اللحظة هي الحمى، الكحة، العطاس، وضيق التنفس. الأعراض دي بتختلف من شخص لآخر على حسب المناعة وعلى حسب شدتها وعلى حسب إذا الزول أصلاً عنده أمراض أخرى. ففي حالات كثيرة جداً المرض بيكون خفيف جداً، وفي حالات برضو بيكون الشخص عنده المرض لكن ما عنده أي أعراض. للأسف الشديد برضو في حالات المرض بيكون فيها شديد، بيحتاج الإنسان لعلاج وبيحتاج لتنويم أو حتى إنه يترقد في يعني العناية المكثفة. بصورة عامة الفحص هو للناس المصابين بالأعراض، وهنا في احتمالين. إذا كانت الأعراض خفيفة زي حمى خفيفة، كحة، وأعراض النزلة الشائعة، لكن الشخص ما شاعر بأنه هو مريض بصورة شديدة، فهنا ينصح بأنه الشخص يبقى في المنزل ويستعمل أساليب العزل اللي نحن ذكرناها سابقا زي تجنب الاختلاط في الأماكن العامة، تجنب المصافحة، وفي حالة الكحة أو العطاس تكح أو تعطس في منديل أو تعطس في اتجاه الكتف، ولو عطست في منديل تتخلص من منديل في سلة المهملة. في حالة إنه الأعراض كانت شديدة زي شعور بضيق التنفس أو عدم قدرة على التنفس، حمى عالية وشعور شديد بالإرهاق، فهنا بننصح بأنك تحاول تبحث عن رعاية صحية بأسرع طريقة ممكنة، وممكن تتبع إرشادات وزارة الصحة المنشورة ونحن حنرفقها في الفيديو ده. بنتمنى إنكم تساهموا معنا في نشر المعلومات دي، لأنه معرفتنا بالفيروس وبطرق الوقاية هي أقوى سلاح لنا في الفترة الحالية، وممكن تشكل الفرق ما بين دولة موبوءة بالفيروس ودولة خالية من المرض. شكرا جزيلا. Thank you.